الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك استرشد لما في الصلاح والإصلاح وبك استعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جو السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خيرا حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثاب فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن آية صفته
والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أثب وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت لو قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضي أو في مالي أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو طاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق
عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطي حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه واتاني نعمته اللهم فكما أبغيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى
صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعي وشيعته،
واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوتي وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه.